يقول السائل: أتيت من بلاد إسلامية قبل رمضان إلى المملكة، وسأعود إلى بلادي اليوم 29 من رمضان، وهو اليوم 30 على صوم بلادي. نعم. فإذا علمت أن فهل فإذا عدت إلى بلادي، يعني هل أصوم على صوم المملكة أم على صوم بلادي؟ تصوم مع أهل بلادك ولا تفطر إلا مع أهل بلادك، ولو كان صوم المملكة متقدما على صوم بلادك، ما تفطر إلا مع أهل البلد الذي يأتي العيد وأنت عندهم، تفطر معهم، نعم، ولا تخالفهم، نعم.